طيب، امبارح كان في خبر من الاخبار المبهجه لمحبي المانجا، لان كان في مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل دوره المهرجان، مهرجان الاسماعيليه للمانجا، في دورته الثانيه والمقرر انطلاقه يوم 18 و19 اغسطس المقبل. صحيح يا أحمد، المهرجان هيشمل إقامة السوق المفتوح لبيع المانجا بأنواعها المختلفة، كمان تنظيم عروض فنية وترفيهية. خلينا نعرف كل التفاصيل الخاصة بالمهرجان في التقرير اللي جاي. تستعد محافظة الإسماعيلية لإطلاق الدورة الثانية من مهرجان الإسماعيلية للمانجو اللي بينطلق يوم 18 و19 أغسطس. المهرجان بيضم مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية والفنية ومجموعة كبيرة كمان من الحفلات، ده بالإضافة لملتقى تصديري لفتح أسواق تصديرية جديدة. المانجا الإسماعيلاوي بتتربع على عرش الفاكهة في فصل الصيف في مصر، وبتدخل في تنافس كبير مع المانجا الصعيدي واللي بتطرح في الأسواق قبل شهر من حصاد الإسماعيلاوي. ومجموعة كبيرة من المزارعين بيبدأوا في الإسماعيلية في جني ثمار المانجا بداية من منتصف شهر يوليو وحتى نهاية شهر أكتوبر، وبتشتهر عروس القنال بإنتاج أنواع محلية من المانجا زي السكري والزبدة والعويس والصديق والهندي، ده بالإضافة إلى أصناف أجنبية زي النعومي. واشتهرت الإسماعيلية بإنتاج كميات كبيرة من المانجا وبجودة عالية نظراً لأن المحافظة استوائية والمانجا من الفواكه الاستوائية، وبتستقبل الإسماعيلية مئات الزائرين يومياً لشراء المانجا الإسماعيلاوي الأشهر في الوطن العربي. رسمياً بدأنا حصاد المانجا في مدينة الإسماعيلية، بالمزارع كلها بدأت موسم الحصاد خلاص، والحمد لله موسم مثمر وموسم ظريف في إسماعيلية إن شاء الله. طبعاً كلنا عارفين أن الإسماعيلية مميزة بأنواع المانجا والأنواع الكتيرة جداً، مميزة دايماً في المانجا الإسماعيلاوي اللي بتتصدر كلها خارج البلاد. وطبعاً أنواع المانجا عندنا ألفونس، عندنا عويس، عندنا فص عويس، عندنا كمان نعومي، وعندنا كمان صديه، وعندنا سكري ابيض واخضر وسكري ازاز، عندنا كذا نوع بصراحه، والموسم مثمر ان شاء الله باذن الله. اسماعيليه دايما التربه بتاعتها خاليه من الملوثات، فالارض اللي خاليه من الملوثات طبعا دي يقدر ان الجذع يمشي براحته فيها بدون ملوثات وبدون حاجه، فلذلك طبعا نسبه المانجا بتبقى كويسه. الحاجه الثالثه والاخيره ان الاسماعيليه مدينه استوائيه، مدينه استوائيه مما يعني ان نسبه السكر في المانجا بيكون عالي جدا، فلذلك بتبقى مميزه. مانجا اسماعيليه تتميز الطعم والريحة الجميلة، تمام، عشان خطر عندنا احنا التربة هنا كويسة ونسبة الأملاح فيها بتبقى كويسة، وعندنا الأرض طبعا الأرض كل ما تكون رملية بتبقى صالحة في مانجا في موسم المانجا يعني، وبتدي إنتاج كويس جدا عكس الأراضي الطينية. الأراضي الطينية طبعا تختلف طعمها وتختلف الريحة بتاعتها في المانجا. دايما التصدير بياخد الحاجة المميزة اللي هي يعني ايه بتبقى موجودة اللي هي تقعد تستحمل السفر، عكس في أنواع مانجا طبعا ما تنفعش للسفر يعني ما تستحملش سفر، زي مثلا الصديقة والكيت والكنت والأنواع الأجنبية اللي موجودة دي معانا، دي بتقدر يعني بتوصل بتبقى كويسة جدا. وهم يعني مانجا اسماعيلية دايما بتلاقيها معروفة ومشهورة جدا يعني في البلاد العربية والدول العربية كلها. احنا بنبدأ مثلا من الساعة 6 صباحا، اللي هو نبدأ نلم المانجا من الأرض، تمام، قبل ما العصافير تاكلها. فبنبدأ اللي احنا نخطف المانجا ونلمها ونجيبها في المنفذ بتاعنا هنا، تمام، وبنبدأ اللي احنا أي حبية صفرة من على الشجرة نبدأ نلمها ونجيبها. عندنا في المزرعة أول حاجة بتنزل اللي هي السكر، أول حاجة بتبدأ في المزرعة. تاني حاجة بقى اللي هي الزبدة والصديقة والكلام من ده. فبعد كده آخر حاجة هي العويسي، الصوت العويسي. المانجا الإسماعيلاوي أحلى علشان الأرض تربة، الأرض مش أرض طينة، أرض تربة. فبتبدأ اللي احنا بنسقيها من أرض مية النيل، فبتكون طعمها أحلى. الأسواق في إسماعيلية بدأت منذ أيام في استقبال أنواع من المانجا الإسماعيلاوي زي السكري والصديقة والعويس وغيرها من الأنواع اللي بيحبها وبيفضلها كتير من محبي وعشاء المانجا الإسماعيلاوي. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر.